للحديث عن هذه الزيارة ينضم إلينا من جدة الدكتور صادق فاضل عضو مجلس الشورى. دكتور مساء الخير، أهلا بك معنا. زيارة ترامب إلى المملكة السعودية إلى أي حد يمكن أن تكون خطوة ناجعة ومؤثرة على صعيد مكافحة الإرهاب في المنطقة وحتى على الصعيد الدولي؟ شكرا، أحييكم وأحيي الأخوات والإخوة المشاهدين الكرام. في الواقع هذه زيارة تاريخية باعتبارها أول زيارة يقوم بها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للخارج، وتتضمن هذه الزيارة كما تعرفون عقد 3 قمم هامة جدا، وأعتقد أنها ستكون مفصلية في تحديد مستقبل المنطقة وجزء كبير من هذا العالم. هدف هذه القمم الثلاثة هو تكوين تحالف عربي خليجي إسلامي أمريكي لمواجهة الأخطار المشتركة لهذه الدول أو لهذه المجموعة من الدول، وهذه الأخطار المشتركة يأتي في مقدمتها الإرهاب والاضطراب وعدم الاستقرار وما إلى ذلك مما تشهده المنطقة العربية في الوقت الحالي. أتوقع أن تكون هناك قرارات وسياسات تنتج عن هذه القمم، سيكون لها دور كبير في المستقبل وفي تغيير مسار الأحداث والوقائع السياسية على المستويين الإقليمي والعالمي. طيب دكتور، قبل الحديث عن هذا الموضوع أكثر، ننوه من جديد إلى أننا نشاهد عبر الشاشة مشاهدينا مباشرة مراسم استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قبل العاهل الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر اليمامة في العاصمة السعودية الرياض. دكتور صدقة، بالحديث أكثر عن تأثير هذه الزيارة على العلاقات بين البلدين من الناحية الاقتصادية وأيضا الناحية العسكرية بحسب اطلاعكم والمعلومات التي لديكم. لا شك أن لهذه الزيارة تأثير إيجابي كبير على العلاقات السعودية الأمريكية. أولى القمم التي ستعقد بين مع الرئيس الأمريكي هي القمة السعودية الأمريكية، وهذه القمة ستتناول قضايا والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها لمستويات أكثر، إضافة إلى أنها ستناقش القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. وكل قضايا المنطقة الساخنة هي قضايا ذات اهتمام مشترك من قبل السعودية وأمريكا في وقت واحد. ووجود موقف، يعني المناقشة تتضمن محاولة الوصول إلى موقف موحد أمريكي سعودي تجاه كل من هذه القضايا، ليكون بهذا الموقف تأثير وفعالية أكثر وأكبر تصب في نهاية الأمر في مصلحة السعودية وأمريكا. دكتور، أيضا بالتزامن مع زيارة ترامب للسعودية تم إطلاق منتدى الرياض لمكافحة التطرف. أهمية مثل هكذا منتديات ونشاطات لدحر التطرف ونبذة في العالم العربي. كما نعرف الإرهاب خطر مشترك يواجه كل هذه الدول العربية والأفريقية والإسلامية، ويواجه الولايات المتحدة الأمريكية والعالم ككل. وعقد هذه الورشة في الواقع هو يعني بمثابة تمهيد وتسليط الضوء على هذه الظاهرة التي تعتبر كما ذكرت خطرا مشتركا كبيرا يواجه استطيع أن أقول كل الإنسانية. فبالتالي لابد من عند مقاومة هذه الظاهرة لابد من الكشف عن خباياها ومعرفة طبيعتها وأسرارها، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا عبر دراستها وعقد ورش عمل لمناقشة هذه الظاهرة. طيب دكتور، لابد من الحديث عن الجانب الإيراني من هذه الزيارة. بحسب كل المعطيات أن هذه الزيارة ستكون إيجابية، مدى تأثيرها على الدور الإيراني في المنطقة لا سيما في ظل نتيجة الانتخابات الإيرانية بفوز روحاني مجددا؟ من الأخطار المشتركة التي تواجه العالم العربي أو معظم العالم العربي ومعظم العالم الإسلامي وأيضا تثير قلق أمريكا هي السياسات التوسعية العدوانية الإيرانية التي أخذت إيران تستخدمها أو تتبعها تجاه
الدول الجوار منذ عام 1979 ميلادية. هذه السياسات تمثل كما ذكرت خطرا مشتركا يعني يسعف المؤتمرون في القمم الثلاث لمواجهته وسبل والعمل على وقف. يعني خطر مشترك يجب وقفه، لأن هذا الخطر يعني يمس بقاء وحقوق الدول الجوار العربية والإسلامية، وهذا لا يمكن القبول به سواء عربيا أو إسلاميا أو حتى عالميا. شكرا جزيلا لك لهذه المداخلة. حدثنا من جدة الدكتور صدقة فاضل، عضو مجلس الشورى وأستاذ علوم سياسية، شكرا جزيلا لك. نذكر مشاهدينا أن هذه الصور تأتيكم مباشرة من العاصمة السعودية الرياض، وهي بدء مراسم استقبال الرئيس الأمريكي في العاصمة في الديوان الملكي بالتحديد في قصر اليمامة مع الوفد المرافق له.